فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. قال المصنف: إذا لم يجد فصل إذا لم يجد المصلي إلا ثوبا ناجسا، قال فإن لم يجد إلا ثوبا ناجسا قال أحمد يصلي فيه ولا يصلي عريانا، وهو قول مالك والمزني. وقال الشافعي وأبو ثور يصلي عريانا ولا يعيد لأنها سترة ناجسة، فلم يجز ولم تجز له الصلاة فيها كما لو قدر على غيرها. وقال أبو حنيفة إن كان جميعه ناجسا فهو مخير بين الفعلين، لأنه لا بد من ترك واجب في كلا الفعلين وفعل الواجب فاستويا. الحق هذه المسألة خاضعة إلى النظر إلى مفسدتين يكون فيها ارتكاب الدنيا لدفع الكبرى في هذا الباب. أو قل تدرأ المفسدة المتفق عليها بدفع بارتكاب المختلف فيها. فمسألة الصلاة بالثوب النجس مختلف فيها، والصلاة عريانا متفق على مفسدتها، فالمختلف فيه يرتكب لدفع المتفق عليه. ولذلك أنت ترى المتفق عليه هو عدم الصلاة عريانا، مفسدة الصلاة عريانا متفق عليها، مفسدة الصلاة بالثوب النجس مختلف فيها. هل تفسد الصلاة ما تفسد الصلاة؟ هذا الأصل في ذلك الباب. ولذلك هو قال المصنف رحمه الله تعالى، قال ولنا، أراد أن يبين مسألة، قال ولنا أن الستر آكد من إزالة النجاسة على ما قررنا في الصلاة جالسا، فكان أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غطي فخذك، وهذا عام لأن السترة متفق على اشتراطها والطهارة مختلف فيها، شو الطهارة في النجاسة مختلف فيها، فكان متفق عليه أولى. وما ذكره الشافعي معارض بأنه قادر على ستر عورته فلازمه ذلك، هو يقدر عليه حتى لو كان الثوب نجسا كما لو وجد ثوبا طاهرا، إذا ثبت هذا فإنه إذا صلى فيه لم يلزمه الإعادة، ولأنه أتى بما أمر، لأن الله قال واتقوا الله ما استطعتم، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. كان هناك غياب، نعم، لما غبت يا عائشة، قول أو من صلى، يعني في مسألة التنظير، أو من صلى في موضع النجس لا يمكنه الخروج منه. المسألة في قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولا قال لا يمكن الخروج منه. نعم، فإن أحمد نص على أنه لا تلزمه الإعادة، ونقل عنه في من صلى في ثوب نجس أنه يعيد، لأنه صلى في ثوب نجس أمكنه أن لا يصلي فيه، والأول أصح هو اتقى الله ما استطاع وأتى بما 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 كلف به وستر العورة حتى لو بثوب نجس، لأنه لا يجد غيره، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم، والمفسدة المتعدية تدرى على المفسدة اللازمة، لكن مفسدة النجاسة قد تكون متعدية للغير إن كانوا عورة. نعم، ولأن الشرع منعه نزعه، وهذا مذهب مالك والأوزاعي، لأن التحرير من النجاسة شرط عجز عنه، فسقط كالسترة، بل هذا أولى، فإن السترة أكد منه بدليل تقديمه عليه. وإن لم يجد إلا ثوب حرير صلى فيه، ولنا ثوب الحرير كثوب النجس، هذا ممنوع منه وهذا ممنوع منه،
عليكم السلام وبركاته، حفظكم ربي عائشة صلى الله عليه. ولا إعادة عليه لأن تحريم لبسه يزول بالحاجة إليه، وإن لم يرد إلا ثوبا مغصوبا صلى عريانا لأن تحريمه بحق آدمي، فأشبه من لم يرد ماء يتوضأ به إلا أن يغصبه فإنه يتيمم ويتركه. فصل. فإن لم يرد المصلي إلا ما يستر عورته أو منكبيه، يعني إما أن يستر القبل والدبر أو يستر المنكبين. فانظر هنا أيضا المتفق عليه والمختلف فيه، وانظر إلى الأفحش والأعظم، فاضرأ الأدنى واضرأ المختلف فيه حتى لا ترتكب المتفق، واضرأ المتفق عليه وارتكب المختلف فيه حتى لا تقع في المحذور. لذلك قال فإن لم يرد إلا ما يستر عورته أو منكبيه ستر عورته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به لجابر، وهذا ظاهر جدا في جواز يعني ترك الكتفين. احنا قلنا مسألة تغطية العاتقين خلافا لأحمد أنها على الاستحباب، وإن كان أحمد يرى الوجوب في هذا الباب، والحقيقة أنه على الاستحباب ليس على الوجوب. أسأل ربي أن يحفظها وأن يعينها وأن يعجل لها بالشفاء وأن يجعلها على أتم صحة وعافية وشكر للنعمة. اللهم أمين يا رب أمين. قال وهذا الثوب الضيق في المسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عمر قال لا يشتمل أحدكم اشتمال اليهود ليتوشح، ومن كان له ثوبان فليتزر ويرتدي، ومن لم يكن له ثوبان فليتزر ثم ليصلي. وإحنا قلنا بأن أيضا جابر لبس الثوب واتزر به ومعه الثوب على المشجب من أجل أن يلتحف فيه أو يرتديه، ولم يفعل، قال حتى يأتي أحمق مثلك فينكر فأعلمه أن النبي صلى بثوب واحد واتزر به. ولأن الستر العورة واجب متفق على وجوبه متأكد، وستر المنكبين من الخلاف والتخفيف ما فيه فلا يجوز تقديمه. وطبعا هذه كما قلنا أصل قول النبي إذا لا يصلي أن أحدكم وليس على عاتقيه شيء. ولأن ستر العورة واجب متفق على وجوبه متأكد، وستر المنكبين فيه من الخلاف والتخفيف ما فيه فلا يجوز تقديمه. وقد روي عن أحمد في الرجل يكون عليه الثوب اللطيف لا يبلغ أن يعقده يرى أن يتزر به ويصلي، قال لا أرى ذلك مجزئا عنه، إن كان الثوب لطيفا صلى قاعدا وعقد من ورائه. وظاهر هذا أنه قد ستر المنكبين على القيام وستر ما عدا الفرجين، ولأنه ذهب إلى أن الحديث في ستر المنكبين أصح منه في ستر الفرجين، وهذا عجب عليها بصراحة في حديث فاتزر به حديث صحيح، وأن القيام له بدل وستر المنكبين لا بدل له، وهذا صراحة فيه كثير من البعد، بيقول بأن ستر المنكبين لا بدل له والقيام له بدل وهو القعود، وهذا كلام ضعيف جدا، هذا كلام واهن. والصحيح ما ذكرناه أولا لما قدمنا من تأكد ستر العورة والقيام وما روينا من الحديث وصريح في المسألة. احنا قلنا ستر العورة من قيام ففيه وجوب، وستر العورة مختلف هل هو من السرة إلى الركبة أم القبل والدبر، وهذا رواية حتى عن أحمد بأنه القبل والدبر، وهذا ترجيح البخاري، وهذا قول الظاهرية بأن العورة هي القبل والدبر، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما غطى فخذه عندما دخل أبو بكر وعمر، وحديث أنس أيضا مست ركبته فخذ النبي بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وأما تغطيته لعثمان كان لحاجة، وقول غطي فخذك يكون على الكمال، فيكون الأصل في هذا والانشغال بتغطية الفرجين لا المنكبين، وغاية ما هنالك أن غطاء المنكبين من الكمالات ليس من الواجبات. يقول في قصة رواها أبو داود عن جابر قال سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بردة
ذهبت أخالف ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي وكانت لها ذبادب فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم ناقصت تواقصت عليها حتى لا تسقط تواقصت عليها هكذا تواقصت عليها حتى لا تسقط ثم جئت نعم حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني عن حتى أقامني عن يمينه وهذا هو موضع المأموم من الإمام فجاء جبار بن صخ حتى قام عن يساري فأخذنا بيده جميعا حتى أقامنا خلفه قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرموقني وأنا لا أشعر ثم فطنت به فأشار إلي أن اتزر بها فلما فرغ رسول الله قال يا جابر صلى الله عليه وسلم قلت لبيك يا رسول الله قال إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاجدده على حقوك وهنا فيه دلالة على التزار به وترك المنكبين عاريتين فمسألة المفسدة بترك ستر العورة أعظم من ستر المنكبين ذبازب وأطراف نعم فصل فإن لم يرد إلا ما يستر يستر به بعض العورة ستر الفرجين على أنها بعض العورة ولأن العورة عندهم في المتفق عليه من الأئمة الأربعة من السرة إلى الركبة ورواية أحمد الثانية وهو قول ظاهرية وإلماح البخاري بأن العورة هي القبل والدبر فقط فإن لم يرد إلا ما يستر به بعض العورة ستر الفرجين أنهما أفحش وسترهما آكد وهما من العورة بغير خلاف فإن كان لا يكفي إلا أحدهما ستر أيهما شاء واختلف في أولهما أولاهما بالستر فقيل الدبر لأنه أفحش لا سيما في الركوع والسجود وقيل القبل لأنه مستقبل به القبلة وليس ما يستره له ما يستره والدبر مستور بالإليتين يعني المسألة القبل قد يكون أولى من الدبر بالستر إن لم يجد شيئا يستر به يسترهما به وهذه مسائل ينظر فيها نظرا دقيقا في هذا الباب ولأنها مسائل شائكة حقا ويعرف فيها هنا النظرة المقاصدية عليكم السلام عليكم السلام النظرة المقاصدية والنظر في الكمال على مسائل المفاسد وكيف من مقاصد الشريعة هو أنه درء المفسدة المتفق عليها جزاكم الله عنا خيرا عشان صلى الله عليك رضي الله عنك وسعادة درء المفسدة المتفق عليها وارتكاب المفسدة المختلف فيها من باب أولى يقول المصنف رحمه الله تعالى إن صلى جماعة عرى إن صلى جماعة عرى فإن صلى جماعة عرى كان الإمام معهم في الصف وسطا يمنون إماء ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم وقد بينا ذلك وبينا أن الترجيح في هذا الباب في المفسدة إذا كانوا تباعا أو إذا صلوا صفا واحدا هل يصلون قعودا قياما وقلنا أن القيام مع القيام وسطهم هو أولى الأمور في هذا الباب وجملة ذلك أن الجماعة مشروعة للعرض وبه قال قتادة وقال مالك والأوزعي وأصحاب الرأي يصلون فرادا وقال مالك تباعد بعضهم من بعض وإن كانوا في ظلمة صلوا جماعة ويتقدمهم إمامهم لأنهم لا يرون شيئا وقال الشافعي في القديم كقولهم وقال في موضع آخر الجماعة والانفراد سواء لأن في الجماعة الإخلال بسنة الموقف لأنه سيقف وسطهم وفي الانفراد الإخلال بفضيلة الجماعة فيستويان ووافقنا في أن إمامهم يقوم وسطهم على مشروعية الجماعة للنساء العرات بل أيضا دون العرات فإن جماعة النساء المرأة لا تقف أمامهن بل المرأة مكانها أن تقف وسطهن لأن موقف إمامتهن في وسطهن فما حصل في حقهن إخلال بفضيلة الموقف وإياكم ووافقنا في الرجال إذا كان معهم مكتس يصلح أن يأمهم ولأنه على قدر على الجماعة من غير ضرر فأشبه المستترين ولا تسقط الجماعة لتعذر سنتها في الموقف يعني التقدمة تقدمة الإمام إسقاط الوقوف في الموقف أولى من إسقاط الجماعة ك
كما لو كانوا في ضيق لا يمكن أن يتقدمهم إمامتهم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجميع تفضل صلاته وحده ب27 درجة. وإذا شرعت الجماعة في حال الخوف مع تعذر الاقتداء بالإمام في بعض الصلاة والحاجة إلى مفارقته وفعل ما يبطل الصلاة في غير تلك الحال فأولى أن تشرع هنا. وإذا شرعت الجماعة لعراة النساء هنا لا بد أن تعلم هنا اختلال نظم الصلاة جاء لحاجة وحاجة اضطر إليها. فلذلك لما قلنا اختلال نظم الصلاة في بعض المواقف حتى في المساجد الآن بالتباعد هذا لا يمنع الجماعة، يعني سنة تراص الصفوف وسنة سد الثغرات، يعني إن تعطلت لا من أجل أن تكون الجماعة فيجوز، ولكن أن تعطل الجماعة من أجل أنه اختل النظم بسد الثغرات فهذا ما يصح. فنقول دفع الكبرى بارتكاب الدنيا ويسد الثغرة من أجل ألا نقع في الكأف الأكبر وهو إسقاط الجماعة. فإذا شرعت الجماعة في حال الخوف مع تعذر الاقتداء بالإمام في بعض الصلاة والحاجة إلى مفارقته وفعل ما يبطل الصلاة في غير تلك الحال فأولى أن تشرعها هنا. وإذا شرعت الجماعة لعراة النساء مع أن الستر في حقنا آكد والجماعة في حقنا أخف فللرجال من باب أولى وأحرى. وغض البصر يحصل بكونهم صفا واحدا يستر بعضهم بعضا، واختل النظم في موقف الإمام أن يكون مقدما. نعم هو ظرف طارئ واستثنائي، هذا صحيح، والاستثناءات لها أحكام ينظر فيها في مسألة المصالح والمفاسد وأيهما يقدم على الآخر. إذا ثبت هذا فإنهم يصلون صفا واحدا، نعم، ويكون الإمام في الوسط، يعني يصلون صفا واحدا وإمامهم في وسطهم ليكون أستر له وأغض لأبصارهم عنه. وكذلك سنة لإمامة النساء القيام وسطهن في كل حال أنهن عورات، فإن كان مع الرجال النساء عورات تنحين عنهم لئلا يرى بعضهم بعضا، ويصلين الجماعة أيضا كالرجال إلا أن الجماعة في حقهن أدنى منها في حق الرجال كما لو كانوا غير عورات. فإن كان الجميع في مجلس أو في مكان ضيق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال لئلا يرى بعضهم عورات بعض. فإن كان الرجال لا يسعهم صف واحد والنساء وقفوا صفوفا وغضوا أبصارهم عمن بين أيديهم لأنه موضع ضرورة، والضرورات لها أحكام. مسألة وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد رواية أخرى أنهم يسجدون بالأرض. اختلفت الرواية عن أحمد في العرات إذا صلوا قعودا، فروي عنه أنهم يومئون بالركوع والسجود لأن القيام سقط عنهم لحفظ عورتهم، فيسقط السجود أيضا لأن ظهورها بالسجود أكثر وأفحش. فوجب أن يكون الإماء، يعني فوجب أن يسقط. وروي أنهم يسجدون بالأرض لأن السجود أكد من القيام لكونه مقصودا في نفسه ولا يسقط فيما يسقط فيه القيام وهو صلاة النافلة، فلهذا لم يسقط. وقد اختلف عن أحمد في القيام أيضا، فروي عنه أن العراة يصلون قياما، فإنه قال في العراة يقوم إمامهم في وسطهم. وروى عنه الأثرم أنه قال إن توارى بعضهم ببعض فصلوا قياما فهذا لا بأس به. قيل فيمؤمنون مسجدون، قال سبحان الله السجود لا بد منه، فهذا دل على أن السجود لا يسقط وأن الأفضل القيام في الخلوة. إلا أن الخلال قال هذا توهم من الأثرم، ومعنى قوله يقوم وسطهن كقوله تعالى إلا ما دمت عليه قائما، لم يرد به القيام على الرجل. والصحيح أن نقول القيام والإمامة يكون هو وسط الجماعة، وكذلك النساء من باب أولى، ولا يسقط القيام لعموم قول الله تعالى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذا فقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.